اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا ناخد تفاعل جمهور النادي الاهلي على سؤال الحلقه النهارده، هو كان بيتعلق بكريستيان إريكسون لاعب منتخب الدنمارك، وكان سؤال الحلقه عباره عن كيف تابعت مشهد انقاذ حياه إريكسون في مباراه الامس ومن خلال ارضيه الملعب. نبتدي بايه دياب، واللي قالت مشهد صعب بالتاكيد، تلقائي وغصب عنك تستعيد شريط حادث عبد الوهاب الله يرحمه. الله يرحمه طبعا كان برضو حادث مأساوي وحاجة كانت صعبة جدا، توفى خلال إحدى التدريبات للنادي الأهلي في 2006. كان الله في عون من شاهد الحدث على أرض الملعب. نورة الحكيم برضو بتقول من أصعب المشاهد اللي ممكن تمر علينا، ورجع شريط وفاة محمد عبد الوهاب أمامنا في لحظة. طيب كمان الهبة الأهلوية قالت تذكرت الغالي الله يرحمه محمد عبد الوهاب وقرأت له الفاتحة، ربنا يرحمه يغفر لي ويسكنه في سيح جناته يا رب أمين بإذن الله. حازم مرعي قال فكرنا بالغالي محمد عبد الوهاب، ويمكن ده كان نصيب محمد عبد الوهاب إن هو الناس تدعي له بصراحة، لأن جمهور النادي الأهلي مرتبط بيه قوي قوي في الحقيقة، وكان أحد اللاعبين الممتازين على المستوى الخلقي والفني وكل حاجة بصراحة. محمد الحادي تذكرنا على الفار ومشهد رحمة الله عليه محمد عبد الوهاب، نفس الكلام مازن محمود، والكل يعني أجمع على أن أول مشهد جه في ذهن الجماهير هو مشهد وفاة محمد عبد الوهاب الله يرحمه. طيب دي كانت حلقتنا النهاردة من الترند، وده كمان كان تفاعل حضراتكم معنا. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقة جديدة من نفس البرنامج. استنونا، إلى اللقاء.